أزمة جديدة مع الأطباء فجرها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بعد تصريحات التي تعد استمرارا لنهج النظام في تحميل أطباء مصر مسؤولية زيادة الوفيات جراء فيروس كورونا. التقرير المعلومات التالي يرصد تلك الأزمة ورد الأطباء على مصطفى مدبولي. ينضم لنا عبر سكايب الدكتور جمال جودة المتخصص في أمراض الباطنة. دكتور، أرحب بك معنا، وكيف يمكن أن نفهم التصريحات الحكومية القائلة بأن أعداد الإصابات ستزيد بشكل كبير، لا سيما تصريحات وزير التعليم العالي التي قال فيها أن أعداد الإصابات ربما تتجاوز 70,000 في الأسبوع المقبل، ونقارنها ما بين ما أقرته الحكومة من عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى. أهلا بك فندم، مساء الخير عليك وعلى طاقم العمل مع حضرتك. رحمة الله على الشهداء من الأطباء. إحنا عندنا في مصر أكثر من 100 طبيب لغاية دلوقتي توفوا بكورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين والسلامة لكل الناس. في الحقيقة لو بدأنا نحسب الموضوع من أول بس تصريحات مصطفى مدبولي هذه المرة عن الوضع في كورونا، هنبقى بننتقص الأمر أهميته، لأن إحنا عندنا من بداية الأزمة مشكلة كبيرة جدا مع النظام المصري ومع وزارة الصحة في النظام المصري في كيفية التعامل مع كورونا. النظام المصري من الأول لا يعنيه بالدرجة الأولى حماية الشعب أو تقديم العون الكامل للناس لتجنب الإصابة بكورونا، ولكنه يعنيه الكارت السياسي اللي بيستخدمه دايما في هذا الأمر، بيستخدم كورونا ككارت سياسي. لو لاحظنا كده وزارة الصحة دايما بتطلع ببيانات محددة في اتجاه محدد يعني. فإذا ما قاله مصطفى مدبولي ليس بجديد الحقيقة، والناس متخيلة أن مصطفى مدبولي ما هو اتجاه البيانات دكتور جمال؟ هو اتجاه البيانات دايما بيمشي في اتجاه خلق مشكلة جانبية دايما مع أحد آخر غير الحكومة، تحميل المسؤولية لجانب آخر غير الحكومة. قبل كده اتهموا الشعب بأنه جاهل وأن الشعب غير متعاون في مسألة التعامل مع كورونا، وبعد كده اتهموا نقص الإمكانيات مع أنهم بيصدروا المعونات الطبية لكل دولة يمينا ويسارا، وبعد كده بيتهموا الأطباء بأنهم يعني لا يقوموا بمهماتهم المطلوبة منهم، في حين ان الاطباء في الحقيقه في مصر يعني ربنا يكون في عونهم بيعانوا كانهم جنود في معركه بلا سلاح، يعني ناس بتواجه الموت بنفسها وبتعمل كل حاجه ممكنه. لكن مشكله النظام المصري هو انه يصدر للشعب شيء ويتجه في اتجاه اخر. تلاحظ كده ارهاب يبقى سيناء ويبقى الاخوان، سد النهضه عشان يخفي موضوع سد النهضه يتكلم عن ليبيا ويروح في اتجاه ليبيا، عشان يخفي المشكله الكبيره الحاليه لكوفيد 19 كورونا هو بيحاول ياخد الناس في اتجاه اخر عشان يلوم حد تاني. طيب اذا انت عندك مشكله طبيه حاليا في مصر، كيف يمكنك ان تفتح المجال مره اخرى وتعيد الحياه لطبيعتها وانت اصلا مش عارف تحكم الوضع الحالي؟ احنا عندنا فوق ال 1500 مصاب يوميا حاليا حسب تقاريرهم هم، يعني هو العدد اكبر من كده بكتير. انت لما تيجي ترجع اي دوله متقدمه لما حبت ترجع تاني جرادولي او يعني واحده كده للحياه، بتحسب لنظام طبي معين، بتحسب انت عندك عدد المرضى قد ايه يوميا واحتمالات الوفاه قد ايه يوميا وقدراتك الطبيه، عندك كم سرير في العنايه المركزه، عندك كم جهاز تنفس صناعي. لك المانيا مثلا، المانيا لما حبت ترجع للحياه طبيعتها وفرت 124,000 سرير في العنايه المركزه
بما فيها 124 ألف يعني أنت ترى دكتور أن هذا غير طبيعي أن تعود الحياة لطبيعتها الآن مع تزايد أعداد الإصابات بشكل كبير؟ هذا أمر مستحيل. طف يعني بالنسبة لنقطة أخرى أنت أثرتها أيضا، يعني ربما يكون من المتفهم ولكن ليس طبعا من المقبول أن يتهم النظام وناس بعينهم عندما يريد أن يلهي الناس عن مسألة تفشي فيروس كورونا، لكن أن يتجه النظام للتحدث عن الأطباء وإثارة البلبلة ووصفهم بأوصاف مختلفة، ربما هذا لن يساعد في حل المشكلة. ما هي وجهة نظر الحكومة عندما تتهم الأطباء بأنهم يتقاعسون مثلا عن أداء عملهم في تفشي كورونا، لا سيما بعد وصول أعداد الوفيات في الأطباء كما ذكرت إلى 100 حالة حتى الآن؟ هو في التعامل مع كورونا انت عندك جانبين، عندك الشعب وعندك الاطباء. هم اصلا اتهموا الشعب بانه لا يتعاون وانه شعب جاهل وانه الان ليس امامهم الا الاطباء، لان الاطباء هم الجانب الاخر في كورونا، وهم متوقعين وهم عارفين كويس قوي ان كورونا مستفحله في مصر والاعداد اكبر مما يذكرونه بكثير، فليس امامهم الا الاطباء. يعني هل هو تخبط ام ان هناك هدف من اتهام الاطباء؟ هو تخبط ومحاولة لتجنب حمل المسؤولية أو تحمل المسؤولية في المأساة اللي هم عايزين اللي عايشين فيها ديت، اللي عايش فيها الشعب يعني، وفي نفس الوقت إنهم عايزين يرجعوا تاني تلقائيا أو 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 واحدة واحدة كده في الاقتصاد، وبالتالي بيسبقوا إن عندنا مشكلة أصلا سببها مش إحنا، ولا إن فيها هنرجع تاني نفتح المحلات ونرجع الكورة وهكذا، لا المشكلة في الأطباء اللي مش بيقوموا بدورهم. هما دايما كده بياخدوا الناس في اتجاه آخر غير إن هم يتحملوا المسؤولية.